هل سمعت بتجارب الاقتراب من الموت؟ وماذا يحدث للإنسان عندما يقترب من الموت كثيراً؟ هل بالفعل النفس تخرج أثناء الاقتراب من الموت؟ أم أن الشيطان يتدخل ويوسوس للإنسان فيرى أشياء غير حقيقية؟ اليوم أحبتي في الله سنتأمل هذا الموضوع المهم الذي سنقترب منه ذات يوم، حتى يتبين لهم أنه الحق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، موضوع الموت موضوع يشغل الإنسان منذ سيدنا آدم، عندما أغواه إبليس قال له: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ حاول بكل الطرق أن يغوي سيدنا آدم، لم يستطع إلا باستخدام التخويف من الموت. قال له: إن أكلت من هذه الشجرة سوف تصبح ملكا خالدا، ستتحول أنت وزوجتك إلى ملكين خالدين لا تموتا. سبحان الله، استطاع الشيطان أن يوسوس لسيدنا آدم وأغواه بالفعل. قال تعالى: وعصى آدم ربه فغوى. لذلك قضية الموت قضية أخي الحبيب مخيفة بالنسبة لكثير من الناس. كثير من الناس لديه وسواس من الموت، يخاف من الموت، يخاف من التفكير بالموت، مع العلم أن القضية بسيطة تحتاج فقط لتفكر. الآية التي ستحل لنا المشكلة اليوم آية عظيمة في سورة الزمر، الآية 42. تأمل معي أخي الحبيب: الله يتوفى الأنفس حين موتها. إذن عندما تموت أيها الإنسان، الله يخرج نفسك منك، يتوفاها، والروح لا تموت، الذي يموت هو النفس. وموت النفس ليس فناؤها، إنما انتقال من حالة لأخرى، انتقال من عالم لآخر، هذا هو موت النفس. أن تخرج هذه النفس من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ. إذن الله يتوفى الأنفس حين موتها، الإنسان عندما يموت إذن تخرج نفسه ولا تعود. طيب، والتي لم تمت في منامها، ما معنى ذلك؟ أي أن الله يتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها. إنسان كلما نام، بمجرد أن دخل في النوم العميق خرجت نفسه، توفاها الله. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. إذن بمجرد أن يغيب الإنسان عن الوعي، بمجرد أن ينام يدخل في النوم، تخرج هذه النفس كل يوم. هذه اسمها الموت الصغرى، كل يوم نذوقها وكل يوم نستيقظ ترد إلينا أنفسنا. النبي كان عندما يستيقظ يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. هذا كل يوم. إذن أنت كل يوم تموت أيها الإنسان موت الصغرى. لماذا هذا الأمر؟ ليذكرك الله بالموت الحقيقية الكبرى التي لا رجوع فيها للحياة. إذن ما يسمى بتجارب الاقتراب من الموت أيها الأحبة هو خروج لهذه النفس بكل بساطة. إنسان تعرض لحادث، غاب عن الوعي، فقد الوعي تماما، أصبح بين الحياة والموت، وغالبا ما يموت، ولكن هناك حالات تعود له النفس وتعود له الحياة، تسمى الاقتراب من الموت. طيب، في هذه الحالة ماذا يرى الإنسان؟ الدراسات العلمية تؤكد، وجمعية الاقتراب من الموت أيضا موجودة في أمريكا وتحدثنا عنها ذات مرة. هذه الأبحاث والدراسات تؤكد أن الإنسان يرى نفقا مظلما، ولكن في نهايته نور. كأن الاقتراب من الموت هو رحلة دخول عبر النفق، ولكن لا يدخل يعني لم يرجع أحد
ويقول أنا دخلت عبر هذا النفق ورأيت ما وراءه. لا، هو يرى نفقا في نهايته نور وسكينة وهدوء. هذه السكينة التي يراها من يغيب عن الوعي بعد الحادث أو بعد جلطة دماغية أو غير ذلك، هذا النفق أخي الحبيب هو بداية، هو نفق الموت الذي تعبر منه من الدنيا، عالم الدنيا، إلى عالم البرزخ. وبمجرد أن عبرته لا عودة. يعني الإنسان يمكن أن يقترب من الموت ويموت فعليا، هو ميت، ولكن لم يدخل بعد في هذا النفق. لذلك هنا الملائكة عندما تتوفى الظالمين الكافرين ماذا تقول لهم؟ أخرجوا أنفسكم، أنك أنت دخلت في هذا النفق، نفسك دخلت، أخرجها، أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. كنت تستكبر عن الصلاة، يقال لك صلي، لا تستكبر، تصدق تستكبر، لا تغضب تستكبر، اتق الله تستكبر، وكنتم عن آياته تستكبرون. هذا النفق أخي الحبيب يراه أو رآه آلاف الناس، والقصص موجودة وموثقة، حتى إن بعض الناس قالوا كنا نرى ما يحدث في غرفة العمليات في المشفى، ولكن الزمن صفر، يعني لم يصدقوا أنهم دخلوا في غيبوبة لمدة مثلا شهر أو سنة أو أسابيع أو أيام، لا، كانوا دائما يجتمعون على رأي واحد أنهم لبثوا يوما أو بعض يوم. وهذا أيضا موجود له دليل في القرآن الكريم. من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة؟ الآية الكريمة في قصة العزير، فأماته الله 100 عام، هو مر على قرية خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، أراد الله أن يريه معجزة فيه هو، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ اليوم. كل الذين دخلوا في غيبوبة، ومنهم امرأة دخلت في غيبوبة تناولناها قديما لمدة 20 سنة تقريبا، ثم شاء الله أن تستيقظ وأن تفيق من هذه الغيبوبة. قيل لها كم لبثت؟ قالت البارحة دخلت هنا. بعد 20 سنة. قال كم لبثت بعد أن أماته الله 100 عام؟ ماذا قال؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. انظر إلى طعامك، إلى حمارك، كذا إلى آخر الآية. طيب، هنا الذي يدخل في هذه الغيبوبة أو الاقتراب من الموت يتوقف بالنسبة له الزمن، وبالتالي لا يشعر بالزمن، وهذا من رحمة الله بعباده. طب لماذا يشعر كل من يقترب من الموت بالسكون؟ أو غالبا، ليس الكل إنما معظمهم، لأن الله رحيم بعباده. لو دخل في العذاب ولو رأى الألم الشديد لحظة الحادث لا يتحمل دماغه، ربما يجن. الله تعالى جعله يفقد الذاكرة للحظة الحادث. لذلك تجد من يفيق من حادث أليم يقول لك أنا آخر مشهد أتذكره مثلا هذه السيارة، وبعد ذلك وجدت نفسي هنا. تمحى هذه الذكريات من رحمة الله سبحانه وتعالى. انظر كم هذا الإله رحيم سبحانه وتعالى. طيب، ماذا بالنسبة لوساوس الشيطان؟ يعني لحظة الاقتراب من الموت بعض الناس قد يرى أشياء، يكون ملحد كافر ويرى نعيم. طيب هذا فتنة له، لأن الله عز وجل لا يريد منك إيمانا عندما ترى العذاب، لا ينفعك الإيمان، يريد منك أن تؤمن عن اقتناع، يريد منك يقينا بالله،
وإلا لماذا خلق الله الفتن وخلق الابتلاءات ويختبرنا في هذه الدنيا؟ لو كان الله يريد أن يجبرنا على الإيمان لأجبرنا، خلقنا مؤمنين لا نستطيع أن نكفر، ولكن هو أعطانا وهديناه النجدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، طريق الحق وطريق الباطل ممهد أمامك، وأنت تختار ما أنت تريد، وأنت سوف تتحمل مسؤولية اختيارك هذا. لذلك أخي الحبيب، هنا الاقتراب من الموت ليس هو الموت، هو تجربة يمر بها الإنسان، وغالبا ما يتوب إلى الله. على فكرة يعني أنا سمعت عن الكثيرين الذين مروا بهذه التجربة ولم يروا العذاب، ولكن تابوا إلى الله ورجعوا وشعروا بمحبة الله لهم. إذن هنا نستطيع أن نلخص هذا اللقاء ونلخص معنى هذه الآية: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يتوفاها، يتوفى النفس، فيمسك التي قضى عليها الموت. إنسان نام يتوفى الله نفسه، إذا كتب الله عليه الموت أمسك هذه النفس لا تعود. لذلك النبي ماذا كان يقول عندما ينام؟ اللهم إن أمسكت نفسي عندك، يعني كتبت علي الموت ولن تعود هذه النفس، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها وأعدت لي الحياة، يعني وإن أرسلتها فاحفظها. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. إذن أنت نفسك كل يوم تخرج يتوفاها الله، ثم تعود عندما تستيقظ، وهكذا حتى تأتي لحظة الموت. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إلى وقت محدد، هو لحظة الموت التي أخفاها الله عنا رحمة بنا. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن القضية تحتاج إلى تفكر، وهذه الآية فيها أمر بالتفكر. أمرنا أن نتفكر بكيفية خروج النفس وكيفية عودتها للجسد. لذلك لا ننسى هذين الدعائين المهمين. النبي علمنا كيف ندعو عندما ننام: تسلم نفسك لله وأسلمت نفسي إليك. هناك دعاء معروف على الإنترنت، ابحثوا عنه، دعاء النوم ودعاء الاستيقاظ: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني، وإليه النشور، إليه البعث. يعني الشيء الأخير أخي الحبيب الذي أود أن تعلمه، أنك كل يوم تتعرض للموت الصغرى، وسيأتي اليوم الذي تواجه فيه الموت الحقيقي. منذ هذه اللحظة هيئ نفسك، جهز بيتك هناك، البيت الحقيقي لك هو القبر، وليست هذه الدنيا وزينتها. جهز ماذا ستأخذ معك في سفرك هذا. أهم عمل الصبر، حسن الخلق، الصدقة، ذكر الله، خدمة الناس، محبة الناس، الدعوة إلى الله. خير الناس أنفعهم للناس. إذن أخي الحبيب، ابدأ بأن تجهز نفسك منذ هذه اللحظة لمواجهة المصير الذي لن ينجو منه أحد، وهو الموت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على الإيمان. وأذكركم وأختم بدعاء سيدنا يوسف، كل يوم أرجو أن تدعو به أخي الحبيب، لا تنسى: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.